الحضور الكريم، جملة وتفصيلا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليه السلام. أصالت عن نفسي ونيابة عن زملاء أعضاء المجتمع المدني داخل وخارج التراب الوطني المغربي من فجة إلى الوراق في الصحراء المغربية. أتوجه بأحر الشكر والامتنان لجمعية التراب والتواصل الأمور المتوسطة في شخصي رئيسها المواطن والوطني النشيط في العمل الجمعوي السيد عبد الوهاب طبغي الإنجليزي الذي بفضل الله تعالى وعونه نظم هذه الندوة في موضوع التحديات، ولهذا بناء الاتحاد المغربي في سياق التحولات العالمية الجديدة، وذلك خلال اليوم 23 من شهر نوفمبر 2021 في مدينة فاس العاصمة العلمية والروحية والثقافية للمملكة المغربية في ظل العرض العالمي تحت قيادة رشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس قدره الله وجده. والشكر موصول للدكاترة والأساتذة على ما جاء على ألسنتهم من معلومات قيمة والتي استفدنا واستمتعنا بمحتواها. أعزائي الكرام، أذكر نفسي وإياكم بأن فكرة تأسيس الاتحاد المغاربي انبثقت أثناء العقار مؤتمر الأحزاب المغربية برئاسة حزب الاستقلال، وذلك بمدينة طنجة، ألف تسعمائة وخمسين. السؤال يقول: هل من الممكنات العمل على تكوين الاتحاد المغاربي في دون الجزائر الدولة المعرقلة للسلام، وذلك لتحقيق الأهلية المشتركة بين أربع دول فقط لتساهم في التوازن والتعاون الدبلوماسي؟ وشكرا لكم على الإلقاء والمتابعة. شكرا لكم. ثلاثة أنصار، تفضل.